الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كثير من المساجد تقيم الصلاة بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة، هل تصح الصلاة أم أن وقت الفجر يكون لم يدخل؟ إذا كان بعد 15 دقيقة فالوقت دخل والحمد لله. هل لمس يد النساء عند البيع والشراء بغير قصد أمر جائز؟ إذا كان بغير قصد لا شيء عليك، ولكن احترز. طيب، هل يجوز العمل بمهنة المحاماة إذا كنت ستدافع عن حق فعملك مشكور، إذا كنت ستدافع عن باطل فأنت آثم، وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. هل يجوز التختم بخاتم فضة عليه نقش محمد رسول الله؟ الآن يجوز، لكن في زمن الرسول لم يجوز في زمن الرسول، لأنه كان الرسول يختم به الرسائل. شخص عقد على امرأة وأثناء بعض زياراته لها خلا بها، فدخل بها جامعها، هي زوجته، لكن يعلن ذلك، وإذا طلق يكون ملزما بالصداق كاملا وهي تلزم بالعدة. عندي قطعة أرض وجاء شخص ليستأجرها معرض سيارات، ولا أعلم هل يتعامل مع البنوك أم لا. لا شيء عليك، يجوز التأجير، لكن الأفضل لك أن تؤجرها للصالحين. نعم. يقول معي مال أريد أن أدفع لأمي هذا المال تعمل عمرة، هل أفعل ذلك أم أتزوج بهذا المال؟ لا، إذا كنت لم تتزوج وأنت في حاجة إلى الزواج فالزواج أولى من العمرة والله أعلم. يسأل عن المخرج من الفتن. المخرج من الفتن تقوى الله أولا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا حسن التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافي. ثالثا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، فحث ورغب في كتاب الله وقال وأهل بيتي الحديث. إذا لم تكن ملما بالكتاب فالزم العلماء، فوجود العالم منجاة بإذن الله من الفتن. ألا ترون أن موسى عليه السلام إذ كان في قومه كان سببا في حفظهم، أعني بني إسرائيل، فلما خرج عبد العجل استضعفوا هارون عليه السلام، استضعفوه وكان رجلا صالحا، لكن استضعفوه وكادوا يقتلوه وعبدوا العجل. فالزم العلماء، وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من المخارج من الفتن البعد عن مواطنها. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، والله أعلم. يقول أرجو النصيحة، لا أقوم لصلاة الفجر غالبا سواء نمت مبكرا أو لم أنم مبكرا، يدعو الله له يا إخوان. أولا الذي تفوته صلاة الفجر محروم. أولا بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه، بات الشيطان على خياشيمه، فاته أن يصلي ركعتي الفجر. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فاته أن تشهد له الملائكة، فإن الملائكة يشهدون لمن صلى الفجر في جماعة، والملائكة تشهد صلاة الفجر وتستمع للقراءة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فاته فضيلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته، ففاته خير كثير. يقول السائل، زوج دخل على زوجتي فوجدت تكلم شخصا على الهاتف،
وتحكي له عن حياتها وعن زوجها وتكذب عليه وتقول إنها مطلقة وتريد الزواج به، وبعد علم زوجها سبها وسب أهلها وأخواتها وأمها. أما سبها له وجه، أما سب أمها وأخواتها فهو آثم، لأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأهل الزوجة يريدون الطلاق وحقوق ابنتهم كاملة، هل إذا وقع الطلاق يقول لها مؤخر ونفق مع العلم أن الزوج يعيش مع زوجته في بيت أهلها وقام بتجهيزه؟ هذه قضية تنظر ويجتمع فيها الأطراف كلهم. المرأة التي تزيل شعر جسدها بالليزر، هل هذا يعتبر من الكي؟ ليس من الكي، ولكن يسأل الأطباء هل وراء ذلك من ضرر أم لا، فإذا كان ثم ضرر فلا ضرر ولا ضرار. هل يشرع المرأة أن تبيض أسنانها؟ يشرع، لأنها ليس تفلجا، دينهم تروى على نفسها. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فأصل الزينة حلال إلا ما وجد نص يمنعه. رجل قال لأخت زوجته بنتكم ستكون طالق يوم واحد 2015. إذا قال ذلك بلفظ كاللفظ الآتي، إذا قال أنت طالق يوم 15 قطع، يختلف عما إذا قال سأطلقك يوم 15، يختلف. سأطلقك كذب وارجع في كلامه، لكن أنت طالق من يوم 15 يعتبره الجمهور منجزا، والله أعلم. حديث هل يجوز المزاح مع أصدقائي بأن يسخر كل منا من الآخر؟ قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني هل الرسول كان بيسخر من أصحابه وأصحابه يسخرون منه؟ أبدا. ما الذي يجوز فعله شرعا لمن كتب كتابه ولكن لم يدخل بعد مع زوجته؟ القبلة والضمة من المعفو عنه، ويغلق عليهما الباب عند البناء المعلن المشهر. ما تقول في بقية ابن الوليد؟ مدلس، وكثير من العلماء ينسبونه إلى تدليس التسوية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.